وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب. الأستاذ راشد، بعد التحية، لو تطلعنا عن دور الأمانة العامة كجهاز إداري لمجلس النواب وكيف يدعم هذا الدور المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. بداية مساكم الله بالخير ومسي على السادة المشاهدين والمستمعين. بداية نحب نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب قائد الأعلى نائب أول رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظهم الله ورعاهم. طبعا ذكرى ميثاق العمل الوطني هي تعد أبرز مظاهر مشروع الإصلاح لسيد صاحب الجلالة، والذي هو أرسى جسرا راسخا بين أبناء الشعب والدولة. طبعا ميثاق العمل الوطني هو القاعدة الأساسية لجميع التغييرات السياسية اللي نعيشها اليوم في مملكة البحرين، وكان أبرزها تعديل الدستور عام 2002، حيث تحولت مملكة البحرين إلى مملكة دستورية طبعا تقوم على أسس راسخة من الحقوق والعدالة والمساواة في جميع أبناء الوطن. إضافة إلى ذلك، طبعا مهد ميثاق العمل الوطني لحياة برلمانية وحياة ديمقراطية جديدة ولحقبة جديدة في تاريخ الحديث. والآن نحن الحمد لله نضاهي أعرق الديمقراطيات في العالم. طبعا دور الأمانة العامة كما تفضلت، طبعا دورها دور داعم ومساند لعمل السلطة التشريعية، وهذه لحماية المكتسبات المشروع الإصلاح للعاهل المفدى، واللي احنا دائما نحرص أن يكون دوما في تقديم هذه الخدمات المساندة والمتطورة للسادة النواب، طبعا وفق خطط واستراتيجيات وضعتها الأمانة العامة في توجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب. احنا في الأمانة العامة اليوم لدينا كثير من الخطط والبرامج، إضافة إلى ذلك هناك عندنا قياس لأداء دوري لكافة الأجهزة الإدارية في الأمانة العامة في معرفة مدى جاهزيتهم ودورهم في تقديم الدعوة المساندة لأصحاب السعادة النواب. قمنا في بداية اليوم الأول، وكان هذا تحدي لنا في هذا المجلس، المجلس الخامس اللي كان يحتوي على 35 يعني عضو جديد في مجلس النواب، فقمنا بعمل ورش عمل في البداية ودورات تخصص لأصحاب السعادة النواب بما يخص الرغابة والتشريع، إلى جانب التعامل مع وسائل الإعلام والدبلوماسية البرلمانية. أطلقنا العديد من المشاريع الداعمة لعمل أصحاب السعادة النواب مثل المنضبطة الإلكترونية ومثل أرشفة الجلسات إلى آخر من الأمور اللي راح اللي خدمت في حقيقة أصحاب السعادة النواب. أيضا تم تحديث الموقع الإلكتروني، وتم تطبيق مشروع اسمه CRM هو يخدم العملاء ويوفر لهم يعني عبر الهاتف المحمول لجميع الخدمات اللي يطلبها من المجلس، سواء بقى بحث، سواء بقى تصريح، سواء بقى أي من الأدوات اللي تخدمها في عملها البرلماني. نعم، الجهود مقدرة وواضحة سعادة المستشار في الأمانة العامة لمجلس النواب، ولكن عذرا لضيق الوقت، سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.